يا ولا فامي، مرحبا بكم معنا في فيلم جديد. الفيلم ديال اليوم كيبدا بواحد الحرب اهليه دايرينها واحد المجموعه من المتمردين، حقاش الحكم ديال الرئيس ديالهم ما عجبهمش، كيديروا بزاف ديال الشغب على وعاس الرئيس عيق ويمشي بحالياته بلا ما يصدقوا مصفين عليه. ولكن الرئيس جلطيطه خرج في واحد الخطاب قال لهم بان المجموعه ديال المتمردين كاملين غادي نربحوا. هو كيلقي في هذا الخطاب كتفرج فيه واحد الصحافي سال الخطاب ديالو ويطفي التلفاز، حقاش هي غدا خاصها تخرج للشارع باش تصور هاد الاحداث وهاد الشغب اللي كيديروا هاد الناس هاد. مشات في الطونوبيل ليو الصديق ديالها اللي سميتو جو، وصلوا لعين المكان بداو كيصوروا، حتى غتبان ليها واحد الصحفيه صغيره هزه واحد الكاميرا وكتصور حتى هي، ولكن ما كانش لابسه الجيلي باش الناس يعرفوها راه صحفيه وما يوقع عليها حتى شي حاجه. يلا بغات تمشي عندها ويجي فيها واحد الضرب، ولكن اللي مشات عندها وجراتها ويعطيها الجيلي ديالها باش حتى شي واحد ما يضربها ويعرفها بانها صحفيه. باقين داوين حتى غادي يبان ليهم واحد الشخص هاز الدرابو ديال الميريكان هو يتفرقع، قتل بزاف ديال الناس. اما جيسيكا الصحفيه الصغيره مشات باش تصور هذا الشيء، ملي شافتها لي ما فهمتش شي حاجه كيفاش هاد الدريه الصغيره ما تخلعاتش من هاد الحادث هذا، وحتى من الجوتات كاينين حداها وكتصور فيها، ما عطاتهاش اهميه كبيره ورجعت للاوتيل. هاد الاوتيل هذا مجموعين فيه جميع الصحفيين ديال الميريكان، رايحات هي والصديق ديالها جوق وواحد الراجل شيباني طبوزي. الشيباني عرفهم بانهم غدا غادي لشيكاغو باش يكملوا التصوير ديالهم، هو يقول لهم الا كان ممكن ديني معكم، حقاش هنايا بحال والو يقتلوني اولا طرا ليا شي حاجه. اللي قالت ليه ميمكنش ليا نديك، انت اصلا غليظ بزاف ولا وقعت لنا شي حاجه في الطريق ما تقدرش حتى تهرب، دونك انت واحد العائق علينا حنايا. ولكن جو بقى فيه الحال، قال له ماشي مشكل راه شيباني ندو في هاد الحسنه هادي. سالوا الهضره مشات باش تطلع لا شومبر ديالها، هو وقف في السيكوريتي قال ليها راه لاسانسور ما خدام طلعي غير في الدروس. بدات غاده باش تطلع ويتلاقى مع ديك الدريه الصحفيه الصغيره، سالمت هي وياها وهي تقول ليها اشنو كديري هنايا. الدريه الصغيره قالت لها جيت باش نعطيك الجيلي ديالك، اما لي قالت ليها صافي ما عندي ما ندير به، كيفاش عرفتيني انني غادي نكون في هذا لوطيل هذا؟ وهي تقول لها جيسيكا انا من المتابعين ديالك ولكن انت هي القدوه ديالي، حقاش حدا انا بغيت نولي صحفيه بحالك. سالوا الهضره طلعت لا شومبر ديالها، دخلت ضربت بواحد الدوش وبقات كتفكر ديك اللقطات كامل اللي صورت في النهار كامل. الغد في الصباح جمعت الحوايج ديالها وخرجت باش تلاقى مع الصديق ديالها باش يمشيو لشيكاغو. ولكن المفاجاه اللي شافت الدريه الصغيره راكبه في الطوموبيل وهي تسول الصديق ديالها جو اش كدير ديك الدريه تماك، قال لي هذيك الدريه راها باغا تولي صحفيه. نقزت لي قالت ليه ميمكنش راها صغيره وضروره توقع عليها شي حاجه في الطريق. هو يقول لها الصديق ديالها واش عقلتي منك ان حنايا صغار، حتى حنايا كنا باغا نكونوا صحفيين عالميين وما لقيناش شكون اللي وقف معنا او اللي ساعدنا. هنا لي حسات بلاصه الصديق ديالها قنعها، ولكن قالت لي كاين واحد الشرط ان الدريه ملي غادي نوصل لشي بلاصه فيها الامان غادي نحطها وغادي نكملوا الطريق ديالنا. الصديق ديالها جوافق قال لها ماشي مشكل، ركبوا في الطوموبيل وشدوا الطريق. بداو غاديين حتى لقاو واحد البراج ديال الجوندار ماشي ديال المغرب ديال الامريكان، وقفوهم سولوهم عرفوهم بانهم صحفيين وهم يخليوهم يكملوا الرحله ديالهم لشيكاغو. بداو غاديين ويبان لهم واحد ستاسيون ديال ليسونس، هو ينقص جو قال لهم واقيلا خاصني ندير ليسونس، ما عرفناش اشنو غادي يوقع لنا في الطريق. ولكن ما كانوش عارفين بان هاد البومبا ديال ليسونس ليها من صحاب المتمردين، ولكن لي قالت لهم ماشي مشكل غادي نقنعهم بان حنايا غير صحفيين وما غاديش ناديوهم. نزلت من الطوموبيل هضرات معاهم، في الاول ما بغاوش ولكن فاش عطاتهم واحد الفلوس بزاف وافقوا. وهي تنزل الدريه الصغيره مع فيها الفضول بزاف بغات دير واحد الاستكشاف للمنطقه، بدات غادي ويتبعها واحد الشخص حتى وصلت لواحد البلاصه وهي تلقى واحد جوج الناس معلقينهم وكيعذبوا فيها. فاش شافت هذا المنظر هذا تخلعات، ولكن لي عرفات انها مشات لشي بلاصه وهي تتبع. فاش وصلت وهي تقول لها اشنو كديري، قالت لها غير بغيت نصور هذا الشيء. وهي تقنع واحد الراجل اللي كان من المتمردين باش يتصور معاه، تصور. ولكن جيسيكا كانت متوتره ومخلوعه، هنا فين قالت ليها لي ان هذه المهنه ديالنا خاصك ما تكونيش متوتره وخاصك تعرفي تاقلمي مع جميع المواقف اللي تحطيتي فيها. ركبوا في الطوموبيل ديالهم وكملوا المسيره ديالهم، بقاو غاديين حتى وصلوا لواحد المنطقه. هذه المنطقه كانت نايضه واحد الحرب ما بين الناس المتمردين وما بين الناس ديال الجيش. هنا فين لبسوا الوقايه ديالهم ونزلوا باش يصوروا، جيسيكا قالت لي بقاي حدايا وما تخافي ما حتى شي حاجه، اني غادي نحميك، حاولي ما توتريش وخذي جميع صور الفيديوهات. داكشي اللي وقع، جيسيكا بدات كتلق مع هاد المهنه هادي وبدات كتاخذ الفيديوهات والصور. حتى لواحد اللحظه واحد المتمرد غادي يطيح حدا جيسيكا، يلا بدات بغات تصور ولكن جاها واحد التوتر. هنا فين وقفات حداها لي وقالت ليها شوفي غير صوري ما عندك مناش تخافي، وفعلا وهي تصور ملي سالي هادشي خدا واحد الراحه. جيسيكا ولي بقاو هادرين، جيسيكا قالت لي ان التصاور اللي كتصور ما كيعجبوهاش وواقيلا ما غاديش يخليوها تولي صحفيه عالميه. اما لي قالت ليها التصاور هادو راهم زوينين غير كيبانوا لك انهم خايبين، حقاش انتيا ما عندكش واحد الرؤيه ديال انسان صحفي ناجح. حاولت تقنعها بالهضره وعجبها الحال، ركبوا في الطوموبيل وكملوا المسيره ديالهم. واحد شويه اللي غتشوف واحد الطوموبيل يتابعها وهي تقول للصديق ديالها، هو يقول لها شوف بلا ما تكسيري بزاف رخي السرعه، الى الطوموبيله وقفات راهم تابعينا، الى دوبلونا راهم ما تابعيناش. سمعت لي الهضره ديالها وهي تنقص السرعه، ومن قربت الطوموبيل عرفوها ان هذوك الناس اللي كاينين في الطوموبيل حتى هما صحفيين والاصدقاء ديال جو. هنا عرفت بان جو قال الاصدقاء ديالو انهم غادي لشيكاغو، ولكن هادشي خاصهم يديروه
الجيوش حقاش هما اللي كانوا باغيين يسبقوا باش ياخذوا التصاور والفيديوهات ويكونوا هما الناس الاولين اولا هما الصحفيين الاولين اللي غيصوروا هادشي. ولكن باينين ان الصحفيين الاخرين ما كيهمهمش التصاور اولا الفيديوهات، باغيين يخلقوا غير الجو ويعيشوا السعاده. واحد الشينوي نقز من الطوموبيل للطوموبيل، جيسيكا شافت هادشي ويعجبها الحال، قالت لي حتى انا غادي نقز من الطوموبيل ديالنا للطوموبيل عند الصديق ديالكم يدير هادشي. الصديق ديالهم شاف الطوموبيل ويكسري بها بزاف لدرجات لي ما بقاش كتشوف جيسيكا، تخلعات عليها لدرجه بانها توترات فقدت السيطره حتى دخلت في واحد الشجره، ولكن ما همهاش الامر خرجت من الغابه وتبعاتهم. فاش وصلت لعندهم لقات الطوموبيله خاويه وجيسيكا والصحفي ما كاينينش، عرفوهم بانه في خطر اولا شي واحد خونهم. وصلوا واحد الفيلاج بقاو كيقلبوا فيه حتى بانوا ليهم واحد جوج الاشخاص شادين جيسيكا وداك الصحفي. الراجل الشيباني قال لهم انا غادي نضرك وسيروا نتوما حاولوا تقنعوهم. يجي بدا كيهضر معاهم وقال لهم بانهم غير صحفيين وانهم مواطنين امريكيين. اما داك الجندي قال لي باش غادي نعرفك مواطن امريكي قول لي فين كتسكن. اما داك الصحفي الاخر كان مخلوع بزاف وبدا كيبكي. هو يشوف الجندي جا عنده قال لي فين كتسكن انت، واش انت امريكي؟ قال لي لا انا من الصين. هو يشري فيه هو يقتلو، وشاف الصديق ديالو حتى هو شينوي هو يقتلو حتى هو. هنا جيسيكا مخلوعه ولي خافت لتوقع شي حاجه لجيسيكا. يلاه بغى يتيري في جي هو يخرج داك الشيباني بالطوموبيل وهو يضربهم وهو يقتل داك الجنديين، ولكن بسرعه فائقه ركبوا كامل في الطوموبيل وهربوا. اما جي بقى في الحال جيسيكا مخلوعه، بقاو غاديين حتى هربوا منهم. واحد اللحظه اللي غتشوف بان الراجل الكبير ضرب، وقفوا الطوموبيل تبادلوا وقالت لي خليني انا نسوق باش نوصلك لشي بلده ونديك للسبيطار. ولكن من وصلوا ديك البلده لقاو ان الراجل الشيباني مات. بقى فيهم الحال بزاف، ولكن كملوا الرحله ديالهم باش يوصلوا للبلاصه فين كانوا غاديين. وصلوا للبيت الابيض بداو كيشوفوا دوك المجموعه ديال المتمردين كيهاجموا البيت الابيض وباغيين يدخلوا عند الرئيس باش يقتلوه. كيصوروا هاد اللقطات كاملين، واخا كيعرضوا راسهم للخطر ولكن باغيين يكونوا هما الصحفيين الاولين اللي كيصوروا هادشي. بقاو كيهجموا عليهم حتى دخلوا لداخل البيت الابيض. بقاو الصحفيه ديال الرئيس قالوا لها فين هو الرئيس ديالك؟ قالت لهم بغا نتفاوض معكم، راني غادي نسلم لكم الرئيس ولكن ما تقتلوش. اما المتمردين ما باغينش هادشي، قال لها فين هو الرئيس ذاك ولا غادي نقتلوه، ولكن هي باقا مصمه على الراي ديالها. للاسف حتى هي قتلوها ودخلوا باش يشوفوا الرئيس. ولكن قبل ما يلقاو الرئيس بداو كيضاربوا الجنود ديال الرئيس مع الجنود المتمردين. اما الصحفيه والصحفي والصحفيه الصغيره كيصوروا في هادشي كامل، وشافوا بان جيسيكا ما بقاتش مخلوعه ولات كتصور بطريقه عاديه ومتاقلمه مع جميع المواقف. واحد اللقطه جيسيكا بغات صور الحرس ديال الرئيس وهي توقف قدامهم، شافت جيسيكا يلاه بغات تحيدها ولكن جات فيها واحد القرطاس اللي خلاتها تقتلها، وهادشي هو اللي خلات جيسيكا تصور لي في الانفاس ديالها الاخيره. اما المتمردين وصلوا لعند الرئيس يلاه بغا يقتلوه، هو يقول لهم جي بلاتي قبل ما تقتلوه خاصني نصوروا اللي يكون عنده شي كلمه اخيره. يلاه بدا كيصور فيه ويسولو شنو هي الكلمه الاخيره ديالك. الرئيس قال لهم ما تقتلونيش. هنا عرف جي بان تكلمه ما كاينه عند الرئيس اللي يقدر يقولها هي الاخيره، هما يقول لهم قتلوه وهم يقتلوا الرئيس جيز المتمردين وهو اللي يربح. وهذه هي النهايه ديال الفيلم. الى عجبك الملخص يوميا كنديروا ملخص جديد ان شاء الله. ما تنساوش التعليق ديالكم، الدعم ديالكم كيهمنا.